أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، أهمها الإنسان الذي نعده رأس مالنا الحقيقي وأهم عناصر ثروتنا ورهاننا الأساسي في مضمار التنافس العالمي. وقال سموه بمناسبة عيد الاتحاد 50 للدولة إن كل إماراتي وإماراتية له دوره المهم في صناعة ريادتنا، ولا تقدم ولا تطور في الماضي والحاضر والمستقبل إلا بسواعد أبناء الوطن. وأضاف سموه أن ما يعزز ثقتنا في المستقبل هو انطلاقنا من أرضية صلبة بنيناها عبر أعوام طويلة من العمل جعلتنا نمتلك كل مقومات النهضة في مختلف المجالات، وأهمها تجربتنا الوحدوية الرائدة في محيطنا العربي والإقليمي، والتي تمثل المصدر الأساسي لقوتنا بجانب مجتمع متماسك يجسد قيمنا الأصيلة في التعاون والتضامن والتكافل. هذه الأيام تعيش بلادنا لحظة تاريخية نشعر فيها بالفخر والعزة، ونحن نستعد لدخول 50 عام المقبلة بطموحات لا تحدها حدود، وبثقة كاملة في قدرة أبناء الوطن على تحقيق المزيد من الطموحات والتطلعات في مسيرتنا المقبلة. الحمد لله لدينا من القوة والعزم والرؤية ما يعيننا على مواصلة مسيرة الإنجازات والحفاظ على المكتسبات إن شاء الله. وجهود الشباب والشابات خلال هذه المرحلة هي المحرك الرئيس، فعليهم شحذ الهمم واستلهام العزائم من مسيرة الآباء والأجداد والتسلح بالعلم والمعرفة. إن رسالة دولة الإمارات كانت وستظل حاملة الخير والسلام والتنمية والعمل من أجل الارتقاء بالإنسان. حفظ الله بلادنا بالعز والأمان وأدام عليها الخير والسلام.